مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا الآن شبكة مراسلينا من بغداد، نبدأ العاصمة، وينضم إلينا من هناك مراسلنا أحمد فيدي ليطلعنا على آخر ما فيها. مساء الخير أحمد، نعم لك الكلمة. شكرا لك زميلتي ومساء الخير. يعني بالرغم من اقرار قانون الاقتراض او قانون تمويل العجز المالي فجر الخميس، وكذلك التوجيهات التي صدرت فيما بعد من قبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي للمصارف العراقيه مصرفي الرشيد والرافدين وكذلك تي في اي بالعمل يومي الجمعه والسبت من اجل تحضير رواتب الموظفين وصرفها، لكن حتى هذه اللحظة لم تصرف رواتب الموظفين رغم أننا وصلنا إلى منتصف هذا الشهر، والرواتب هي تشمل الشهر الماضي، وبهذا يعني هنالك إرباك في حسابات الموظفين، وكذلك تسبب بركود في العموم السوق العراقية. حتى أكثر المناطق التجارية اليوم هنالك تعاني من ركود اقتصادي كبير نتيجة عدم صرف الرواتب، باعتبار أن أغلب الأعمال هي تعتمد على هذه الرواتب لتمشية أحوال السوق وكذلك تحريك عجلة السوق والاقتصاد والتجارة وفي جميع المجالات، سواء على مستوى المواد الغذائية أو مستوى البضاعة والاستيراد وحتى غيرها. لذلك يعني ينتظر الموظف، ما زال ينتظر بفارغ الصبر صرف هذه الرواتب، وكله أمل أن لا تتأخر في المستقبل رواتب الأشهر المقبلة باعتبار أنه ذاق الويلات خلال هذه الأيام. على المستوى الصحي يعني هنالك انخفاض سجلته العاصمة بغداد وحتى المحافظات الأخرى والعراق بشكل عام بقضية الإصابات بوباء كورونا، حيث أن المتتبع لمسار ومعدلات الإصابات خلال الأسبوع المنصرم حتى يوم أمس يعني كانت هنالك تسجيل حالات انخفاض بأعداد الإصابات قياسا بالأسابيع السابقة التي مضت، في وقت أكدت وزارة الصحة ووجهت وزارة الصحة جميع الدوائر الصحية في جميع المحافظات بضرورة تحضير ثلاجات معينة من أجل التهيئة للحصول على اللقاح، خاصة أن الوزارة قالت أو أكدت أنها قد حجزت كمية من هذه اللقاحات الخاصة ضد وباء كورونا بواقع 8 ملايين جرعة لقاح، على أمل أن تصل العراق قريبا بعد إتمام جميع النتائج بخصوص المأمونية هذه اللقاحات وكذلك فاعليتها. لذلك من المتوقع أن تصل هذه الجرعات نهاية هذه السنة إلى العراق، وبالتالي وزارة الصحة قد وضعت قاعدة بيانات للمستفيدين أو الفئات التي سوف تعطى لها اللقاحات، من ضمنها الكوادر الصحية والكوادر الأمنية وكبار السن والحالات المتقدمة من المصابين بوباء كورونا. نعم نعم أحمد فيلي مراسلنا من العاصمة بغداد الاتحادية، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا، والآن ننتقل